أحسن الله إليكم يقول ما مقدار الكفارة التي تدفع ومن نعطيها؟ أي كفارة؟ عموما الكفارة، كفارة اليمين. كفارة تختلف. نعم، إذا كفرت يمين شيء. كفارة يمين عام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف من الطعام كل مسكين، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، هذه كفارة كفارة اليمين. نعم. كفارة الظهار هي إذا لم يقدر على العفو ولا على الصيام شهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مثل ما ذكرنا نصف صاع، يعني مد ونصف من البر، يعني كيلو ونصف من البر على 60 مسكين، كل مسكين له كيلو ونصف من البر، هذه كفارة الظهار، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم.